وصلنا في الدرس الماضي إلى الحديث عن سنن الوضوء، وأظن أننا قد انهينا هذه السنن. هكذا ومن زال أين القضية؟ أين وصلنا في الدرس؟ ترتيب الفرائض، يعني من السنن قلنا ترتيب فرائض الوضوء. هكذا سنن الوضوء، أخذنا غسل اليدين إلى الكوعين ثلاثة قبل إدخالها في الإناء، أخذناها كملناها. نعم، قلنا إن هذه هي السنة، وهي غسل اليدين ثلاثة قبل إدخالها في الإناء، الأصل فيها وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الصحيح: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري، أو فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وفي رواية أين جالت يده. قلنا هذه بالنسبة لغسل اليدين ثلاثا قبل إدخالها في الإناء. وقلنا إن الفقهاء اختلفوا في فهم هذا الحديث، فذهب الظاهرية إلى وجوب غسل اليدين قبل إدخالها في الإناء ثلاثا، سواء كان مستيقظا من نوم الليل أو من نوم النهار، وتشبثوا بعبارة من نومه. قال مثلا هذا الحديث في كلمة نومه، فأي نوم استوقظ منه يجب عليه أن يغسل يديه ثلاثة قبل إدخالها في إناء الوضوء. الحنابلة كانوا أقرب إلى الظاهرية من غيرهم، فقالوا يجب غسل اليدين قبل إدخالها في الإناء، ولكن من نوم الليل فقط وليس من نوم النهار، لأن الحديث فيه لفظة باتت، فإن أحدكم لا يدري أين باتت، ولا يقال للإنسان باتت إلا إذا نام نوم الليل، أما نوم النهار فلا يقال فيه لمن استيقظ منه أنه باتت. وأما الشافعية والمالكية فقالوا بالاستحباب، قالوا بأن غسل اليدين إلى الكوعين قبل إدخالها في الإناء ثلاثا، قالوا هذا سنة وليس فرضا وليس ركنا. ما دليلهم؟ ذكرت دليلهم من الصلاة أم لا؟ ذكرنا دليل الشافعية والمالكية في هذه المسألة؟ أي ذكرته أم لم نذكره؟ لم نذكره، جيد. إذن الشافعية والمالكية قالوا إن غسل اليدين إلى الكوعين قبل إدخالها في الإناء هو سنة فقط وليس ركنا، ليس فرضا من فرائض الوضوء. ما الدليل الذي اعتمدوا عليه؟ قالوا الدليل هو أن الأمر في الحديث، في هذا الحديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثة قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، قالوا الأمر هنا محمول على النذر والاستحباب وليس محمول على الوجوب. ما الدليل على ذلك؟ أنتم درستم في علم أصول الفقه أن الأصل في الأمر أنه يحمل على ماذا؟ على الوجوب، إلا إذا احتفت به قرينة تصرفه من إرادة الوجوب إلى إرادة النذر والاستحباب. ما هي هذه القرينة؟ القرينة هنا قال الشافعية والمالكية أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي المسيء في صلاته، رجل أعرابي دخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى، ولكنه صلى صلاة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فكان في صلاته لم يطمئن، لم يعتدل، لم يوفي الصلاة حقها. فلما أكمل وجاء إلى حلقة الصحابة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصل. هو في الحقيقة صلى، يعني قام بأفعال الصلاة ورآه النبي ورآه الصحابة، لكن لما كانت هذه الأفعال ليست على الكيفية الشرعية كان وجودها كعدمها، لأن المطالبة لا تسقط بمثل هذه الصلاة. لو كان واحد صلى بصلاة ينقصها بعض الأركان بحيث لا يطمئن فيها أو لا يعتدل أو لا يقرأ فيها الفاتحة، يعني ينقصها بعض الأركان، ثم يأتي إلينا ويقول صليت، هل هو في الحقيقة صلى؟ هو حتى وإن قام بهذه الأفعال لم يصلي في الحقيقة والواقع، لأن المطالبة لا تسقط. يوم القيامة سيطالبه الله سبحانه وتعالى بصلاة أخرى، لأن صلاته غير تامة لا تبرأ بها الذنب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعاود رجع ثم صلى بنفس الكيفية الأولى، ثم قال: لا ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قيل إن الأمر تكرر ثلاث مرات، فقال له في الثالثة: قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها يا رسول الله فعلمني. قال: والله لا أحسن غيرها، لو بقيت من هنا إلى الصباح وأنا أعيد سمعي بنفسي هذه الكيفية، لأنني لم أتعلم، فقد علمني يا رسول الله. هنا طلب التعليم،
يعني طلب العلم بداية طالب العلم يحسن به أن يطلب العلم وأن يطلب من المعلم أن يعلمه ومن العالم أن يعلمه مثل ما فعل هذا الأعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلمني يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله تعالى. نعم أحاله على الآية في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. إذا ماذا صار عندنا؟ صار عندنا حديث أبي هريرة يغسل يديه ثلاثة قبل أن يدخلها في الإناء وعندي الآية التي فيها الوضوء والتي أحال النبي الأعرابي عليها هل فيها ذكر بغسل يديه ثلاثة قبل إدخالها في الإناء؟ ليس هناك ذكر. إذا نقول هناك تناقض أو تعارض بين حديث أبي هريرة وبين الآية. كيف جمع الشافعية والمالكية بين الحديث والآية؟ جمعوا بينهما بأن حملوا ما جاء في الآية على أنه فرض وركن من أركان الوضوء أو فرض من فرائض الوضوء، وحملوا حديث أبي هريرة على أن ما جاء فيه من غسل اليدين ثلاثة قبل إدخالها في الإناء حملوا على ماذا؟ على السنية. فيصبح ما جاء في حديث أبي هريرة سنة وما جاء في الآية فرض، وبهذا تتفق الآية مع الحديث. فقال مالك والشافعي أن غسل اليدين إلى الكوعين ثلاثة قبل إدخالها في الوضوء أو في الإناء سنة وليس بفرض، بدليل أن آية المائدة لم تذكره. هذا الدليل الأول الذي استند إليه الشافعية والمالكية في القول بسنية غسل اليدين ثلاثة إلى الكوعين قبل إدخالها في الإناء. إذن هناك تعارض بين آية الوضوء وبين الحديث، بين ظاهر حديث أبي هريرة، لأن الآية حصرت الفرائض في المذكورات فقط وهي غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس واليدين إلى الكعبين، وعليه فالجمع بين الآية والحديث يقتضي حمل الحديث على الندب والاستحباب ويخرج عن ظاهره لأن ظاهره يفيد الوجوب. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابر وداوم على غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالها في إناء الوضوء قلنا إن غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالها في الإناء سنة وليس فقط مندوب أو مستحب. فهمتم معي الكلام أم لا؟ يعني هنا السنية أثبتناها من خلال الجمع بين الآية والحديث، ثم عندما قلنا إن هذا الأمر مندوب رفعناه إلى السنة لأن السنة ما طلبه الشارع وأكد عليه ولم يدل دليل على وجوبه، فرفعناه إلى السنية بمثابرة النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته على غسل يديه ثلاثة قبل إدخالها في وضوئه. هذا من حيث الدليل الأول. الشيء الثاني، لماذا لا نقول إن غسل اليدين إلى الكوعين ثلاثة واجب وأنه فرض من فرائض الوضوء؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الأمر في حديث أبي هريرة علله بالشك في النجاسة. يعني ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن أحدكم لا يدري أين مالت يده، وفي رواية فإن أحدكم لا يدري أين جالت من التجوال أين جالت يده. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسل يديك ثلاثة من قبل إدخالك في الإناء فإنه ربما تكون يدك باتت في موضع متنجس أو جالت على موضع متنجس. إذن الأصل في اليد الطهارة أم النجاسة؟ ما رأيكم؟ جيد، الطهارة، والأصل في اليد الطهارة، فالطهارة اليد إذن يقينية، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا عبر بما يفيد الشك لأنه قال فإن أحدكم لا يدري. فعندما يتعارض اليقين مع الشك أيهما نعمل به؟ نعمل باليقين، فنقول الأصل ماذا؟ طهارة اليد، فهو يقين أنها طاهرة لأنها الأصل المستصحب، فالأصل في اليد أنها طاهرة لأنه أصل فيها، ولكن الحديث عبر بما يفيد الشك في النجاسة، ولذلك أمرنا بالغسل، فنقول إن الغسل هنا مستحب وليس واجب، لأن الواجبات لا تبنى على الشكوك والظنون، الواجبات لا تبنى على الشكوك والظنون، لذلك قلنا إن أمر في حديث أبي هريرة حديث يفيد استحبابا أو يفيد سنية غسل اليدين قبل إدخالها في الإناء، ولا يفيد ماذا؟ الوجوب والفرض، لأن الوجوب والفرض لا يبنى إلا على ما كان يقينيا، وهنا الأمر مشكوك فيه. سأقرأ لكم ما قال الفقهاء في يد المسألة. قال نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم علل، ما معنى علل؟ العلة، العلة هي إذا صح التعبير باختصار السبب الذي يبنى عليه الحكم. العلة هي السبب الذي يبنى عليه الحكم، أو نقول هي الوصف الظاهر المنضبط الذي يصلح أن يبنى عليه الحكم، هكذا يعرفها الأصوليون.
فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عندي حكم، عندنا حكم في الحديث، وهذا الحكم ما هو؟ هو المطالبة بالغسل، يعني قال فاغسلوا أيديكم. لكن العلة التي علل بها النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ قال فإن أحدكم لا يدري أين جالت يده. وقد شرحت لكم هذا، قلت البيئة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانت البيئة حارة، بيئة الحجاز، وكان الناس يتعرقون فيها، وكان الماء نادرا، وكانوا يستعملون في إزالة النجاسة ماذا؟ يستعملون الحجارة، والحجارة وما في حكمها تزيل عين النجاسة ولا تزيل أثرها، ويبقى الأثر على الجسم وعلى موضع النجاسة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين جالت يده، فربما تكون اليد وهو نائم فاقد للوعي قد جالت على موضع النجاسة. لذلك علل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالطهارة أو الأمر بغسل اليدين بهذا. ولذلك قلنا ماذا؟ قلنا أن النبي علل الحكم بأمر يقتضي الشك، لأن كلمة لا يدري أي أين جالت يده هذا يقتضي الشك ولا يقتضي اليقين، والشك لا يقتضي الوجوب. نعم، لأن الأصل المستصحب على خلافه، الأصل المستصحب في اليد أنها طاهرة وليست ماذا؟ وليست نجسة. نعم، والأصل في اليد هو الطهارة فليستصحب فيه، فالأصل إذن أن اليد طاهرة، وبالتالي النبي علل الأمر بأمر فيه الشك، والشك لا يبنى عليه ماذا؟ الوجوب. فنقول إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للاستحباب، ولكن لما تكرر هذا من فعل النبي وثابر عليه ولم يتركه إلا نادرا قلنا بأنه ماذا؟ أنه سنة من سنن الوضوء. هكذا طريقة الاستدلال على سنية غسل اليدين قبل إدخالها في الإناء. لكن مع ذلك هناك ملاحظة لا بد أن نذكرها، وهي اختلف الفقهاء في هذه المسألة، هل الأمر بغسل اليدين ثلاثا قبل إدخالها في الإناء هل هو أمر معقول المعنى أم أمر تعبدي؟ لاحظوا معايا جيدا، تعبدي ومعقول المعنى أظن شرحناها في حديث الولوغ، اللي حضروا معنا الدرس تاع حديث الولوغ شرحنا فيه حكم الكلب من حيث الطهارة والنجاسة، تكلمنا عن حديث الولوغ، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، وقال في رواية وعفروه الثامنة بالتراب. قلنا إن المالكية ماذا قالوا في هذا الحديث؟ أنه لا يدل صراحة على نجاسة. إذن هل اختلف الفقهاء في هل الأمر معقول المعنى أم تعبد؟ صرتم الآن تدركون المعنى أن الأمر معقول المعنى وأمر تعبد. معقول المعنى أي أن علته تدرك بالعقل. صحيح. ولماذا شرع الله البيعة؟ يقول شرع الله البيع لإيجاد طريقة سلمية لانتقال السلع من يد إلى يد، لولا هذا البيع لكان أخذ السلع يكون بالغصب والقوة. صحيح، أنا أريد سلعة معينة ضرورية ولا أجد طريقة سلمية لانتقالها من يد إلى يد، سأخذها بالقوة وهذا يخلي المجتمع فوضى، فشرع الله البيع فتصبح انتقال السلع من يد إلى يد عن طريق ماذا؟ سلمي، تعطي ثمن وتأخذ سلعة. جيد، هذا أمر سلمي معقول المعنى، فهم؟ لكن هناك أمور تعبدية، لماذا الصبح ركعتين؟ لماذا نطوف بالبيت سبعا؟ لماذا نرمي الجمرات سبعا؟ لماذا الوقوف بعرفة في ذلك الزمان؟ هذه أمور مستحيل لو تبقى إلى قيام الساعة تفكر فيها لن تجد لها ماذا؟ لن تجد لها جوابا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي استأثر بعلمها. فالعلل إذا كانت خفية نقول هذا الأمر تعبدي، رب سبحانه وتعالى قال لك افعل وفقط، حتى وإن لم تدرك ماذا العلة والحكمة، حتى وإن لم تدرك العلة والحكمة. ولذلك يقول سيدنا الإمام علي رحمة الله عليه، يقول لو كان الدين بالعقل، لو كان الدين بالعقل لكان مسح باطن الخفين أولى من مسح ظاهرها. لو كانت الأمور بالعقل كلها بالعقل، أو ديننا هذا كله بالعقل، لكان مسح ظاهر الخف، ظاهر الخف يعني هذه القدم، هذه القدم مثلا، هذا أسفلها وهذا أعلاها. معروف أن الفرق في عندما تكون الرجل في الخف أن المطلوب مسحه هو الأعلى، فالأعلى عند المالكية فرض والأسفل سنة، يعني لو كان مسح الأعلى فقط وضوء صحيح. قال لو كان الدين بالعقل كان مسح الباطن أولى من مسح الظاهر. إذن هناك أمور لا تدرك بالعقل، لكن أنت مطالب بأن تقول فيها سمعنا وأطعنا، هذه سموها تعبدية. الأصل فيها هو الامتحان والاختبار، ربي يمتحنك ويختبرك هل تطيع أن تعصي والعياذ بالله، فهذه سموها تعبدية. هناك أمور معقولة واضحة، مثلا أمور معقولة، حكم شرعي معقول، لماذا حرم الله الخمر مباشرة للحفاظ على العقل؟ لماذا شرع الله الزواج لبقاء النوع وتكثير سواد الأمة يوم القيامة؟ لماذا؟ إلى هناك أمور معقولة يعني تدرك بالعقل، فهناك أحكام معقولة معنى هناك أحكام تعبدية. الآن السؤال، هل غسل اليدين
ثلاثا قبل إدخالها في الوضوء أو في الإناء معقول المعنى؟ أي لحكمة واضحة ولعلة واضحة، أم أنه أمر تعبدي أمرنا فنفعله فقط؟ فاختلف الفقهاء في هذه المسألة على فريقين أو على قولين. القول الأول أنه تعبدي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نغسل أيدينا ثلاثا قبل إدخالها في الإناء لأمر تعبدي لا ندرك علته وحكمته. وهؤلاء تمسكوا بالعدد، قالوا أن الذي يدل على أن الأمر تعبدي هو العدد ثلاثة. فلماذا قال ثلاثة بينما تكفي الواحدة؟ وإذا كان المقصود إزالة النجاسة فقد لا تكفي الثلاثة فنضطر إلى رابعة، إذن وجود العدد يدل على التعبد عندهم. قال به مجموعة من الفقهاء. وهناك من الفقهاء من قال لا، بل إن الأمر معقول المعنى. ما الدليل على أنه معقول المعنى؟ قال لأن المقصود هو إزالة النجاسة التي قد تكون علقت باليد، وأما ذكر العدد فالمقصود به المبالغة، أي إذا كانت النجاسة تزال بالواحدة فإن تكرار الواحدة سيكون أكثر إزالة، والثلاثة بالمبالغة حتى نتيقن أنه عدم وجود النجاسة أو بقاء النجاسة في هذه الجارية. ثم قال ودليل القول بأن الأمر معقول قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت أو أين جالت يده. هل يدل على أن الأمر معقول؟ يعني يدل على أن الأمر معقول وأن المقصود هو إزالة ما قد يكون علق باليدين من النجاسة. وهذا الكلام أكده ابن دقيق العيد. ابن دقيق العيد هذا يعني من العلماء الذين تفقهوا بالمذهب المالكي ثم تفقه بالمذهب الشافعي ثم اجتهد، مر بثلاثة مراحل، مرحلة كان على مذهب المالكي ثم على مذهب الشافعي ثم صار بعد ذلك مجتهدا، والآن أراه تنقل في كتب الفقه. يقول ابن دقيق العيد الاستنجاء بالحجارة، يعني يوصف لنا الوضع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، الاستنجاء بالحجارة لأنهم كانوا يستنجون. الاستنجاء معناه النجو، والنجو هو إزالة النجاسة والطهارة، لكن الماء كان قليل في بيئة العرب فكانوا يستعملون الحجارة في إزالة النجاسة. ومعلوم أن إزالة النجاسة بالحجارة تزيل العين النجاسة وجرمها وجسمها ولا تزيل أثرها عن موضع النجاسة. فقال الاستنجاء بالحجارة ولمس المحل مع العرق، أي لمس المحل هذا يكون نائم لا يدري أين جالت يده أي قد تقع على محل النجاسة مع العرق، وحك البثور، البثور هي ما يكون في الجلد من أمراض، البثور سمي عندنا بالعامية الحب مثلا وكذا هذا يسموه بثور، والجراحات التي تكون في البشرة، وحك البثور وملابسة الحيوان بالدم السائل، خاصة في البيئة العربية كان عندهم هوام فيها دم سائل في بيوتهم قد تقع يده على هذا الحيوان إلى غير ذلك. كل هذا يبرر ما لا أمر بغسل اليدين، وبالتالي يصبح المعنى معقول أو غير معقول، يصبح المعنى ماذا؟ معقولا. إذن رأيتم اختلاف العلماء في مسألة هل هو معقول أم تعبدي. الذين قالوا تعبدي تشبثوا بالعدد، الذين قالوا معقول ذكروا الأسباب التي من أجلها أمروا بغسل اليدين ثلاثة قبل إدخالها في الإناء. ملاحظة، هذه السنة حتى تتحقق يعني يطلب توفر بعض الشروط. طبعا احنا نتكلم عن السنة أنه يفعلها ويؤجر، فقالوا حتى تتحقق هذه السنة لا بد من ثلاثة شروط. الشرط الأول قالوا أن يكون الماء قليلا كآنية الوضوء أو الغسل. حتى تتحقق هذه السنة لا بد أن يكون الماء قليلا كآنية الوضوء أو الغسل. لماذا اشترطنا هنا أن يكون الماء قليلا كآنية الوضوء والغسل؟ لماذا اشترطنا؟ مدام قلنا إن الأمر معقول وهو النجاسة التي قد تكون علقت باليد، هل النجاسة التي تعلق باليد تؤثر في الماء الكثير المستبحر مثلا؟ هل تؤثر فيه؟ لا تؤثر. إذن حتى تتحقق هذه السنة لا بد أن يكون الماء قليلا كقدر آنية الوضوء أو الغسل حتى تؤثر فيه النجاسة، ولذلك يطلب منك غسل اليدين خارج الإناء. صحيح، الشرط الأول أن يكون الماء قليلا كآنية الوضوء أو الغسل، فإن كان كالبحر أو النهر الجاري أو كذا فلا حرج، لأن البحر يعني يطهر نفسه بنفسه ولكونه مستبحرا فلا تؤثر فيه أو لا يؤثر فيه قليل النجاسة. الشيء الثاني أن يمكن الإفراغ من الماء، عندي إناء بجانب الإناء لا بد حتى تتوفر هذه السنة أن يمكن الإفراغ من هذا الإناء على يدي حتى أغسلها ثلاثة قبل إدخالها في الإناء. فإن كان الماء في حوض هل يمكنك أن تغسل يديك قبل إدخالها في الإناء؟ لا يمكن. إذا كان الماء لا يمكن أن يفرغ منه على اليدين خارج الإناء فطبعا السنة هنا تسقط وتفوت هذه السنة. الآن إذا كان الماء كالحوض مثلا وكانت اليد نظيفة
فيمكنه أن يدخل يده من دون أن يغسلها. الحالة الثانية إذا كانت يده متنجسة فعندك حكمين أو عندك أمرين. الأمر الأول أن يعتقد أنه إن أدخل يده في الحوض أفسد الماء. الحالة الثانية أن يعتقد أنه إن أدخل يده في الماء لا يؤثر فيه لقلة النجاسة وكثرة الماء. إذن عندي حالتين، إذا كانت اليد نظيفة يدخلها في الحوض ويتوضأ، إذا كانت اليد متنجسة بحيث يغلب على ظنه أنه إن أدخل يده في الماء لا ينجسه ولا يغيره أيضا يدخل يده ويتوضأ، لأن قليل النجاسة لا يفسد كثير الماء. الحالة الثالثة إذا غلب على ظنه أنه إن أدخل يده متنجسة في الحوض أفسده، هنا يتوقف ولا يدخل يده في الإناء، لأنه إن أدخل يده في الإناء أفسده فلا يتوضأ به هو ولا يتوضأ به غيره ولا يجوز استعماله، فيكون من باب الإسراف والتبذير. فنقول لا تدخل يدك المتنجسة في الماء، لكن تحيل في غسلها قبل أن تدخلها إلى الماء. إيش معنى تحيل؟ جد حيلة، حاول أن تجد حيلة حتى تغسل يديك خارج الإناء قبل أن تدخلها في الحوض. فقال من الحيل مثلا أن يأخذ الماء بفمه ويضعه على يديه فيغسل يديه خارجا، هذه من بين الحيل التي ذكرها الفقهاء. من بينها أن يدخل خرقة نظيفة أو ثوبا نظيفا في الحوض ثم يعصر الماء على يديه فيغسلها خارج الحوض ثم يدخل يده. وهناك حيل أخرى كثيرة جدا. إذا لم يجد حيلة وما اهتدى سبيل إلى سبيل حتى يغسل يديه خارج الإناء، ماذا يفعل؟ يترك هذا الحوض وهذا الماء ولا يفسده، وينتقل هو إلى ماذا؟ إلى التيمم، فيصبح وكأنه قد عدم الماء. هذه بالنسبة للشرط الثاني، أن يمكن الإفراغ من الماء. الشيء الثالث أن يكون الماء غير جار. إذا كان الماء جار، هذا الماء جار مثل ماء الحنفية أو يتوضأ من نهر يجري أو يتوضأ من بئر، والبئر هذا له مواد يعني تجدده، فيه عين تجدد الماء، هنا طبعا لا شك أن إدخال الماء فيه لا يغيره، لأن هذا الماء يتجدد وله مادة تمده بالماء فيتجدد، وبالتالي لا تؤثر فيه النجاسة. إذن الشروط أن يكون الماء قليلا، أن يكون الإفراغ منه ممكنا، وأن يكون الماء غير جاري، فإن كان جاري فيدخل يده ولا يطالب بهذه السنة. نعم. ثانيا المضمضة، من سنن الوضوء المضمضة. ما معنى المضمضة؟ قال المضمضة، وقد ذكرت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلت لنا طريقة وضوئه، المضمضة فقها أن يضع الماء في فمه ثم يخفخضه ثم يقرحه. فإذا أدخل الماء في فمه وألقاه من غير أن يخفخضه لا يكون متمضمضا، ومن ثم لا ينال أجر السنة. ولو أدخل الماء في فمه ومضمضه أو خفخضه ثم شربه ولم يلقيه لا يكون متمضمضا أيضا. فهمت معي؟ فالمضمضة على الوصف الشرعي الذي يستدعي أجر السنة أو يترتب عليه السنة وأجرها، أن يدخل الماء في فمه ثم يحركه يمينا وشمالا ثم يطرح هذا الماء، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فمن فعل هذا نال أجر السنة، ومن لم يفعله لم ينال أجر السنة. الآن ما الدليل على أن المضمضة سنة بالرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها في أوضيته التي نقلت لنا؟ لماذا نقول إنها سنة ولا نقول إنها واجبة، مع أنه تقريبا أغلب الأحاديث التي نقلت طريقة الوضوء تنقل عنه المضمضة؟ لماذا نقول إن المضمضة فرض وليست سنة؟ لماذا قلنا إنها سنة؟ ما استدلال المالكية في هذه المسألة؟ نعم، قالوا لأنها لم تذكر في آية الوضوء. ما ذكرت المضمضة في آية الوضوء؟ وما دام لم تذكر في آية الوضوء فدل هذا على أنها ليست فرضا. ثم مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها يدل على أنها سنة. ثم هناك دليل آخر من جهة العقل، قالوا أن المطلوب غسله في الوضوء هو ظاهر البدن، والمضمضة من باطن البدن وليست من ظاهره. فهذه الأدلة كلها نقلت حكم المضمضة من الوجوب الذي قد يفهم من تكرار النبي لها وفعلها والمداومة عليها إلى السنية، والتي يعني ينتج عنها الثواب وفي تركها لا يحصل العقاب. هذا بالنسبة للمضمضة. الدليل عليها حديث عبد الله بن زيد، حديث عبد الله بن زيد هذا الذي خرجه البخاري وقال إنه أصح شيء في الوضوء أو أصح شيء في الباب، ذكر فيه فأفرغ على يده مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا. تمضمض يعني وضع الماء في فمه وخفخض وترك، وأما استنثر فالمقصود به الاستنشاق ثم الاستنثار، لأن الاستنشاق والاستنثار عمليتان عكسيتان، فإذا ذكر أحدهما انطبق على الآخر.
فقال واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا إلى آخر الحديث الذي رواه مالك في الموطأ. ودليل عدم وجوبها معارضة الحديث للآية، الآية لم تذكرها والحديث ذكرها، فنجمع بين الآية والحديث بأن نحملها على السنة ونحمل الآية على الفرائض، ولكون داخل الفم من حكم الباطن لا من حكم الظاهر الذي يجب غسله. نأتي الآن ثالثا ورابعا، السنة الثالثة والرابعة الاستنشاق والاستنفار. ما معنى الاستنشاق؟ الاستنشاق من يعرفه لي تعريفا دقيقا؟ هو ماذا؟ هو وضع الماء أو إدخال الماء إلى الأنف ثم جذبه بالنفس إلى الخيشوم، يعني أنه لا يكتفي فقط بأن يدخل الماء بيده ثم يتركه يسيل، هذا ليس استنشاقا. استنشق أي أدخل الماء في أنفه ثم جذبه بالنفس إلى ماذا؟ إلى داخل الأنف إلى الخيشوم، ثم تأتي بعد ذلك العملية العكسية وهي النفخ، كما جاء في الحديث نفره أو استنفر مع وضع، ولا تكتمل هذه السنة حتى يضع ماذا؟ الإبهام والسبابة من اليسرى على مال الأنف. والنبي صلى الله عليه وسلم طلب منا في الوضوء أن نبالغ في الاستنشاق، قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأن الصائم ربما يبالغ في الاستنشاق فيصل الماء إلى حلقه عبر الأنف، والأنف منفذ واسع، وبالتالي يفطر عند المالكية، يفطر، لأن المالكية قالوا إذا وصل الماء إلى الحلق عبر المناسب الواسعة وهي الفم والأنف والعين والأذن قالوا يكون مفطرا، وأقصى ما يطلب منه في ذلك قضاء ذلك اليوم. لذلك قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. طبعا والحكمة من الاستنشاق لماذا هو ليس فرضا؟ أولا لأنه لم يذكر في الآية وذكر في الحديث، إذن هو سنة. الشيء الثاني قالوا أنه من غسل الباطن وليس من غسل الظاهر. والشيء الثالث في الحكمة منه قالوا الحكمة منه هو إزالة ما في الأنف، حتى أنه عندما يقرأ القرآن الكريم بعد ذلك يقرأه سليما خاليا من الغنات. بعض الناس ربما عندما لا يغسل أنفه جيدا عندما يقرأ القرآن الكريم يقرأه كل مغنونة، فلا يخلص الحرف من الغنة فيكون مخطئا في القراءة وغير يعني مرتل القرآن ترتيلا حسنا. ثم هناك حكمة أخرى ذكرتها لو تذكرون في بدايات المحاضرات، قلت لماذا قدم الله سبحانه وتعالى السنن على الفرائض؟ قلنا الحكمة من ذلك هي اختبار الماء. ايش معنى اختبار الماء؟ نختبر مدى صلاحية الماء للوضوء. شوفوا معي غسل اليدين ثلاثة والمضمضة والاستنشاق كلها قبل أول فريضة اللي هي غسل الماء الوجه. قال الفقهاء الحكمة من ذلك أن يختبر الماء، عندما يضعه في يده يتبين لونه، عندما يتمضمض يتبين طعمه، عندما يستنشق يتبين ريحه، فيتأكد من سلامة الماء للوضوء أو غير السليم. إذا كان تأكد منه يكمل وضوءه ويشرع في غسل الوجه، وإذا كان وجد الماء متغيرا فعليه أن يأتي بماء آخر. هذا بالنسبة للاستنشاق. والاستنثار، الاستنثار عملية عكسية وهي دفع الماء الذي في الأنف بالنفس إلى الخارج، نعم، مع وضع اليسرى على مارن أنفه. والذي يدل على ذلك حديث عبد الله ابن، والذي يدل على ذلك حديث عبد الله ابن زيد، حديث عبد الله ابن زيد المتقدم، يعني أن فيه ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، لكن استنثر هنا بمعنى استنشق الماء ونثره. وصلنا إلى مسألة الاستنشاق والاستنفار. ثم هناك حديث أبي هريرة استدل به الإمام مالك أيضا في موطئه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثره ومن استجمر فليوتر. هذا أيضا استند به المالكية على سنية الاستنشاق والاستثمار. عندنا خامسا رد مسح الرأس. رد مسح الرأس هذا من السنن في الوضوء، هو رد مسح الرأس، يعني أن المسحة الأولى من مقدم شعر الرأس المعتاد إلى نقرة القفاء أو إلى منتهى الجنب وفرض، ثم الرد هذا عندما ندخل اليد تحت الشعر ثم نرده إلى حيث بدأنا يعتبر ماذا؟ سنة. ما الدليل على ذلك؟ قال الفقهاء إن الأمر كما هو في أصول الفقه يتحقق بالمرض. الأمر عندما يقول مثلا أخرج أو أدخل أو تعال أو هات أو خذ، هذا الأمر بمجرد فعل مرة واحدة يكون المأمور قد أدى ما طلب منه ولا يطلب فيه التكرار. ولذلك في الأصوليون يناقشون هذه المسألة، يقولون هل الأمر يقتضي التكرار أو يقتضي المرة؟ هل الأمر يقتضي المرة أو يقتضي التكرار؟ عندما يقول ربنا سبحانه وتعالى افعل كذا، هل هذا الأمر يتحقق بأن نفعل مرة واحدة أو أننا لا
تسقط عنا المطالبة حتى نكرره مرات. وطبقوا هذا على كثير من الأوامر، منها قول الله سبحانه وتعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج الحج. هل عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كتب عليكم الحج الحج، هل بمجرد حجة واحدة يسقط الفرض أم لا بد من تكرار الحج؟ فالراجح الذي ذهب إليه الأصوليون أن الأمر يقتضي مرة، فمن فعل مرة فقد سقط عنه الإثم والمطالب. لذلك سأله الرجل قال: يا رسول الله أكل عام هل أحج كل عام؟ فقال فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كررها ثلاثة، ثم قال: لو قلت نعم لوجدت ولما استطعت. فدل هذا على أن الأمر يقتضي مرة. فلما يقول ربنا سبحانه وتعالى: فامسحوا برؤوسكم، بمجرد أن يمسح من مقدمة رأسه إلى مواخرته مرة واحدة يكون مؤديا لماذا؟ للفرض. ولكن أحاديث منها حديث عبد الله بن زيد قال: ثم ردهما إلى المكان الذي يبدأ منه أو بدأ منه. ما نحمل كلمة الرد على الوجوب هي الأخرى أم على ماذا؟ نحملها على السنية، ما دام أن الفرض يتحقق بمرة وهذا قد مسح رأسه مرة، فما فعله النبي بعد ذلك يعتبر من السنة. فنقول: رد مسح الرأس سنة، بأن يدخل الناس في يديه من تحت شعره ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، فيكون آتيا بالفرض وآتيا بالسنة في آن واحد، ولا يطلب منه تجديد الماء لرد مسح الرأس. ما يطلب منك أنت عندما تقول هكذا أنك تنزع يديك تضعها في الإناء وبعد تعود ماذا ترد؟ لا، الرد هذا غير مطلوب، أو هذا تجديد الماء لرد مسح الرأس غير مطلوب. بل قال المالكية: من فعله يكون آتيا للمكروه. إذن يمسح الرجل أو المرأة رأسه أو رأسها، فإذا بقي البلل في يده أو في يديها رد المسح، إذا وجد أن يديه قد جفتا يسقط عنه الرد فيكتفي فقط بمسحة الفرض. هذا بالنسبة لمسح الرأس أو لرد مسح الرأس، ولذلك فهو من السنن كما ذكرنا. ثم عندي مسح الأذنين وهو السنة الثالثة. الأذنين مسحهما في الغسل سنقول غسلهما، هنا نقول مسحهما. وانتبهوا جيدا بين المسح وبين الغسل. المسح فيه التخفيف، الغسل ليس فيه التخفيف، وإنما فيه الغسل كبقية الأعضاء من الجسد. هنا يقولون المسح، والمسح أن تضع ماذا؟ أن تضع السبابة في سماخ الأذن. السماخ هو الثقب. أن تضع السبابة في سماخ الأذن وتضع الإبهام على ظاهر الأذن، ثم تذهب بها هكذا وترشق، فتكون قد مسحت أذنين. أما في الغسل أو في الغسل فتضع الماء كما يقول الفقهاء في يدك، ثم تضع يدك في الماء، ثم تحرك إصبعك داخل الماء حتى تضمن وصول الماء إلى الأذن ظاهرا وباطنا وسماخا. فالفرق إذن بين الوضوء والغسل هو أننا في الوضوء تمسح الأذنان، وأما في الغسل فتغسلان، يعني زيادة على المسح. الأذنان، مسح الأذنين فيه سنة أخرى، وهي تجديد الماء لهما. بمجرد أن نمسح الرأس ونرد مسح الرأس نضع الأصابع في الماء حتى نجدد الماء لمسح الأذنين. تجديد الماء للأذنين هذا يعتبر من السنن عند المالكين. وطبعا عندك خلاف كبير في مسألة الأذنين، هل هي من الرأس أم ليست من الرأس؟ قد الواحد يتعجب يقول ليش الأذنين من الرأس أو ليست من الرأس؟ يعني هل الأذنان من الرأس أو ليست من الرأس؟ إذا قلنا إن الأذنين من الرأس، طبعا واقعيا أنت بتقول الأذنين راهي من الرأس. عندنا أثر طبعا في السنة الأذنان من الرأس، ولكن لم يصححه الفقهاء، ولو صححوه لكان حاسما للخلاف، لانتهى الخلاف. ولكن هذا الحديث فيه كلام كما ذكر صاحب المغني ابن قدامة، قال هذا الحديث يعني لا يصح، يمكن الاستئناس به ولكن لا يصح. الذين قالوا إن الأذنان من الرأس ماذا ينبني عن هذا من حكم؟ والذين قالوا إن الأذنان ليست من الرأس ينبني عنه حكم آخر. الذين قالوا إن الأذنان من الرأس يجب مسحهما مع الرأس، يصبح الحكم بدلا من سنة نقول ماذا؟ واجب. وامسحوا برؤوسكم من الحجر الأذنين لأنهم يتمسحوا. إذا واحد مثلا مسح رأسه واستثنى الأذنين في وضوءه ناقصا، وإذا قلنا إنهما ليستا من الرأس فلهما حكم مغاير، وهو الذي عليه المالكية، قالوا إنها سنة وليست ماذا؟ وليست فرضا. هذا بالنسبة لمسح الأذنين. ثم السنة الموالية تجديد الماء لهما، أي لا يمسحان بما بقي من بلل في مسح الرأس. مش واحد يقول نعم مسحت رأسي ورديت يدي ما زال فيها البلل خلاص نمسح أذني، هذا لا. عند المالكية لا يكون هذا آتيا بالسنة ولا ينال أجر مسح الأذنين كاملا.
ثم عندنا كذلك ثامنا آخر سنة من السنن هي ترتيب فرائض الوضوء. ما هي فرائض الوضوء؟ ترتيب الفرائض نقصد بها الفرائض العملية: غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس، غسل الرجلين إلى الكعبين. هل الآية في سورة المائدة هل دلت على الترتيب؟ هل الآية أوجبت علينا الترتيب بأن نبدأ بالوجه وننتهي بالرجلين إلى الكعبين؟ لم تدل. لماذا؟ لأن الواو حرف عطف لمطلق الجمع كما يقول النحاة. الواو حرف عطف لمطلق الجمع، الواو لا تقتضي ترتيبا، والواو ليس من حروف العطف التي تقتضي الترتيب. الحروف أو حروف العطف التي تقتضي الترتيب ذكرت لكم أنها منها الفاء ومنها ثم، فالفاء والثم تفيدان الترتيب، أما الواو فهي لمطلق الجمع. فلما يقول ربنا سبحانه وتعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، المقصود يجب عليكم أن تغسلوا هذه الأعضاء مجتمعة، أما الترتيب فليس واجبا. ولذلك قال بعض الصحابة منهم علي بن أبي طالب قال: والله لا أبالي إن أنا أوعدت أو أسبقت وضوئي لأي الأعضاء بدل. علي بن أبي طالب يقول: لا يهمني أن أبدأ بقدمي أو أبدأ بيدي أو بوجهي ما دمت قد ماذا أسبقت وضوئي. إيش معنى أسبقت وضوئي؟ أي أنني أوعدت العضو، أني آتيت عليه كله ولم أترك منه موضعا لم يحصل فيه الغسل. أما الترتيب فعلي بن أبي طالب يقول: لا يهم. هذا دليل على أنه فهم أن الترتيب ليس واجبا، مفهوم؟ فهم أن الترتيب ليس واجبا لأن الآية لا تقتضي الترتيب، ولأنه نعم، ولأن هذا لا يفهم منه الوجوب. لكن مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الطريقة الموافقة للقرآن دل ذلك على أن الترتيب سنة، على أن الترتيب سنة. نعم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: توضأ كما أمرك الله تعالى. إذن الترتيب ترتيب فرائض الوضوء، وذلك لترتيب الفرائض الأربعة كما وردت في الآية: الوجه واليدين والرأس والرجلين، لقوله صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل استأنس به المالكية، هناك هذا الدليل استأنس به المالكية، يعني في الحقيقة هذا الدليل ليس في موضع الوضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال: أبدأوا بما بدأ الله به. متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ قاله في الحج، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي مناسك الحج ووصل إلى السعي بين الصفا والمروة. عندكم تعرفون أن الشرط في السعي بين الصفا والمروة إذا ذهب من جبل الصفا إلى جبل المروة هذا يعتبر شرطا، فإذا رجع من المروة إلى الصفا نعتبر شرط ثاني. فمن أيهما يبدأ؟ هل يبدأ من الصفاء أو يبدأ من المروة؟ وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند جبل الصفاء وقال: أبدأوا بما بدأ الله به. يحيلنا إلى ماذا؟ إلى الآية في سورة البقرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله. بماذا بدأ الله عز وجل؟ بالصفا. جيد، إذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم من حيث بدأ الله عز وجل، قال: إن الصفا والمروة، مع أن الآية هذه هل تقتضي ترتيبا؟ لا تقتضي ترتيبا. إن الصفا والمروة من شعائر الله، أو إن المروة والصفا من شعائر الله، لا يتغير شيء. لكن لما قال الله عز وجل إن الصفا والمروة، بدأ بالصفا في الذكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ من الصفا. فدل ذلك على أن متابعة القرآن في الترتيب أمر ماذا؟ أمر يعني محبب شرعا. ولذلك قلنا سنية الترتيب كما جاء في الآية، ربنا قال في القرآن الكريم: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وانتهى لغسل الرجلين. فيكون متابعة هذا الترتيب من السنن المطلوبة شرعا، مع أن كثير من الصحابة نقل عنهم أنهم فهموا أن هذا الترتيب ليس على الوجوب. الآن نأتي إلى فضائل الوضوء. فضائل الوضوء، هناك أشياء الآن فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو طلبها العلماء، وهي ليست من الواجبات وليست من السنن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها، أو ربما فعلها أحيانا ولم يفعلها أحيانا أخرى، أو ربما أشار إليها إشارة خفية، أو أنها أخذت من قواعد الشريعة الإسلامية فنقول إنها مستحبة مندوبة فضيلة أجل، من فعلها فإنه لا شك أنه يثاب وأنه ممدوح على هذا الأمر، ومن تركها فإنه لا يكون آثما. هذه الفضائل من بينها الفضيلة الأولى، قالوا: الموضع الطاهر. ما معنى الموضع الطاهر؟ أن يتوضأ في مكان طاهر. قالوا: الوضوء عبادة، والعبادات يطلب لها أفضل الأمكنة، لذلك ربنا سبحانه وتعالى اختار للصلاة المسجد، وجاء في الحديث: أحب البقاع إلى الله المساجد وأبغض البقاع إلى الله الأصوات.
فهذا يدل على أن العبادة دائما يختار لها المكان الطاهر، المكان النظيف، المكان يعني الجيد الحسن الذي تطمئن فيه النفوس وغير ذلك. وقالوا إن الطهارة أو الوضوء في المكان النجس هذا عادة مما تعافه النفس، ثم إن هذا المكان النجس لا يأمن الإنسان وهو يتوضأ أن تعلق به النجاسة أو يتطاير الماء على النجاسة ثم يرتد عليه فيرتد عليه رذائل النجاسة ورشاشها ويحصل منه تطهير وتنجيس في نفس الوقت، وهذا يعني لا يعقل شرعا. ثم إن أماكن النجاسة أماكن تحضرها الشياطين ويحضرها الجنون، وبالتالي المسلم مطالب بأن لا يطيل البقاء فيها وإنما يبقى فيها بقدر الحاجة. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عند الدخول وعند الخروج، كل ذلك تحصينا لنا من هذه الأرواح الخبيثة التي تحب النجاسات. لذلك الطهارة عبادة، فينبغي أن تكون في المكان النظيف والطاهر ولا تكون في المراحيض وأماكن قضاء الحاجة حتى ولو كانت نظيفة. بل بعض العلماء قال لا يجوز أو قال يكره الوضوء في المرحاض حتى ولو كان جديدا لم يستعمل بعد، لأنه في الأصل أنه مستقذر، أن النفس تستقذره حتى وإن لم يستعمل. بل بعض الفقهاء قال لا يطلب أو يطلب من المسلم أن لا يستقبل جدار المحاض في الصلاة، بل عليه أن يطلب أفضل البقاء. هذا كله لماذا؟ احتياطا للعبادة، لأن الوضوء من العبادات، فيكره الوضوء في المكان النجس ويستحب المكان الطاهر حتى لا يقع منه تطهير وتنجيس في آن واحد. ثانيا من الفضائل استحباب استقبال القبلة. نعم ليس يعني نص المالكية لما يذكرون هذا من الفضائل، يعني الفقه المالكي مبني على أن هذه فضيلة، لكن لو تقول لي ما هو الدليل الذي اعتمد عليه المالكية في استقبال القبلة فلا تجد عندهم دليل، وإنما هذا يعتبر اختيار فقهي. قال أنه كل ما هو من جنس العبادة يطلب فيه استقبال القبلة، أنت في الصلاة مثلا يطلب منك استقبال القبلة، وبالتالي استدبار القبلة استدبارها مطلوب للصلاة، فقاسوا على الصلاة كل ما هو من جنس العبادات، قراءة القرآن يعني مثلا مسألة الدعاء إلى غير ذلك، قالوا هذه كلها الأفضل فيها أن يستقبل القبلة. واستأنس من بعض الآثار مثل سيد المجالس ما استقبلت فيه القبلة وغير ذلك من الآثار التي تدل على فضل القبلة وعلى عظمتها في دين الله سبحانه وتعالى، لذلك قالوا هذا المتوضئ الأفضل له أن يستقبل القبلة. قلت ولذلك يعني ذكرت لكم في مناسبة سابقة مسألة العمران في البلاد الإسلامية وأنه ينبغي أن يكون وفق النظر الإسلامي. يعني سيدنا أبو أيوب الأنصاري قال ذهب إلى الشام ودخل إلى الشام كانت متطورة، يعني كانت أقرب إلى المدنية وأسرع في التمدن من شبه الجزيرة العربية أو من الحجاز تحديدا من مكة، يعني المدنية وصلت إلى الشام قبل أن تصل إلى مكة والمدينة المنورة، كانت البداوة هي الغالبة على مكة والمدينة، كانت طبائع البداوة موجودة في مكة والمدينة. لما ذهب هذا الصحابي إلى الشام قال فوجدنا مراحيض قد بنيت واستقبلت بها القبلة. فلما دخل إلى بعض البيوت لقى أن بعض البيوت مراحيض فيها الإنسان عندما يكون في وضعية الجلوس يكون مستقبل القبلة أو مستقبلة، وقد ورد النهي عن ذلك، لا تستقبل القبلة بول أو غائب ولكن شرق أو غرب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أبو أيوب الأنصاري في الحديث يقول فكنا نتلاثى القبلة ونستغفر الله سبحانه وتعالى. قلت من هذا نفهم أن المفروض أن معمارنا في البلاد الإسلامية يكون يعني المهندس المعماري هذا ينطلق وهو يصمم بيوتنا ويصمم مساجدنا ويصمم كذا أن ينطلق من خلفية ماذا؟ خلفية تراثنا وخلفية عقيدتنا وديننا وكذا وكذا. فهو عندما يأتي لتصميم بيت الخلاء مثلا يستحضر في ذهنه أن النهي عن استقبال القبلة واستقبالها، فيجعل القبلة يعني لا تكون أن الإنسان في وضعية الجلوس يكون مستقبل قبلة ومستقبلة. قد تقول لي بعض الفقهاء جوزوا هذا في الكنف وفي الأبنية، لكن نقول أن التقوى أن تترك مواضع الخلاف وتتجنب الخلاف. قد لا يبلغ الرجل أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به خشية الوقوع في ناره البأس. المفروض المهندس الآن عندما يضع التصميم أن يتخيل هذا الأمر فيقول نهي عن استقبال قبلة بدون أوضاع، فيجعل الكنيف لا يستقبل القبلة، الإنسان عندما يكون جالسا لا يستقبل وإنما يشرق أو يغرب. كذلك هنا في مسألة ماذا؟ في مسألة استقبال القبلة فهو أمر مطلوب في الوضوء وينبغي أن يراعى هذا الأمر، فهو على الاستحباب، لا نقول إنه سنة لأنه لم يرد فيه يعني نص، ولكن هو على الاستحباب لأن الوضوء ما دام عبادة أو هو من جنس العبادات فيطلب فيه استقبال القبلة تعظيما لها. قلنا يستحب استقبالها لأنها معظمة عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبالها للدبل والغائب.
التسمية في أوله أيضا يذكر المالكية، اختار المالكية، هذا نسميه اختيار فقهي، اختار المالكية التسمية في أول الوضوء. بعضهم يعترف على المالكية، قال ماذا أسمي؟ هل سأذبح أنا؟ قال أنا أعرف التسمية في الذبح، فقال هل سأذبح أنا؟ ويتهيأ من المذهب المالكي. لكن هذا يعني المالكية عندهم هنا شيء استأنسوا به، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما عمل ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. ما معنى الحديث؟ أيما عمل ذي بال تهتم به، عندك كما نقول بالعامية عنده قيمة، عندك تجعل له قيمة، تهتم به، تكترث به. فقال أيما عمل ذي بال لا يبدأ بسم الله فهو أبتر، وفي بعض الروايات لا يبدأ بحمد الله فهو أبتر. كلمة أبتر أي مقطوع البركة. ولذلك قال المالكية: يستحب للمتوضئ أن يسمي عند أول الوضوء، عندما يغسل يأتي بغسل يديه ثلاثة قبل إدخاله في الإناء، أنه يسمي فيقول بسم الله، لأن التسمية قولك بسم الله، ويعني هذا من المستحبات، فمن تركه لا شيء عليه. نعم، التسمية في أوله وذلك عند غسل اليدين، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ في بسم الله فهو أبتر. الشيء الرابع: تقليل الماء. من المستحبات والفضائل تقليل الماء. هنا تقليل الماء كثير من الناس قد يفهم أن تقليل الماء معناه يعني تقليله إلى درجة أنه ربما لا يستوعب الأعضاء للغسل، هذا خطأ. تقليل الماء أي تقليل الماء المستعمل في الوضوء بحيث لا يزاد على قدر الحاجة. إذا كان يكفيك للوضوء مد وهو الحسنة فلا تزيد، إذا كان يكفيك المدان فلا تزيد ثالثا، إذا كان يكفيك ثلاثة فلا تزيد رابعا. وقد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود أنه كان يتوضأ بالمد وهو الحفنة المتوسطة، ليست المضمومة وليست المفتوحة، هذه الحفنة نسميها مد، فكان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، والصاع هو أربع حفنات. ممكن هذا؟ ممكن ولا ما ممكن؟ ممكن أن أحدنا يغتسل بأربع حفنات؟ هذا منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال فقهاؤنا: كلما زاد علم الرجل كلما قل ماء وضوئه أو ماء طهارته. كلما زاد علمه كلما قل الماء المستعمل في الوضوء، كلما زادت وسوسته كلما زاد الماء المستعمل في الوضوء. الموسوس أو المبتلى كما جاء في الحديث، يعني قال العلماء قال إن الوضوء يكون بالواحدة، وهي تكفي إذا أوعبت، واحدة تكفي إذا أوعبت، وقد يزاد عليها الاثنين، والاثنين مستحب، وقد يزاد عليها الثالثة، والثالثة أيضا مستحب، لكن ولا يزيد على ذلك إلا مبتلى. منه يزيد الرابعة إلا المبتلى. منه المبتلى؟ الموسوس، عافانا الله وإياكم من الوسوسة. ولذلك سيدنا جابر رضي الله عنه، جابر وهو يتكلم مع التابعين سئل ما مقدار الماء الذي يكفي في الوضوء والغسل، فقال يكفي في الوضوء مد ويكفي في الغسل صاع. فقال لو أحدهم: أنا لا يكفيني، مثل ما نقول الآن ويدور في خاطركم الآن، كثير منكم يقول لا يكفيني، بل ربما يقول أن نقول لا يكفيني، فأحدهم قال لا يكفيني، فقال: أما إنه كان يكفي من هو أوفر منك شعرا. لأنه البعض يقول ليه هذه الحفنات الثلاثة نصبها فوق راسي باش نخلل شعري في الغسل، والرابعة كلها تكفي البدن كامل، مستحيل. فقال جابر قال: كان يكفي من هو أوفر منك شعرا، أطول منك شعرا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره يبلغ الجمهور، وأتقى منك أو أفضل منك عند الله، يعني كان طول الشعر موجود عنده، وهو يخاف الله أكثر منك وأتقى لله منك، وكان يكفيه أربعة ماذا؟ أمداد في غسله، ويكفيه مدا في الوضوء. ولذلك قال الفقهاء: هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ليس توقيتا في الماء بحيث إذا زاد عليه يكون آثما أو مخالفا، لا، وإنما يختلف هذا من شخص إلى شخص. المهم أن من يكفيه المد لا يزيد على المد، ومن يكفيه عشرة أمداد لا يزيد مدا آخر، بمعنى أنه لا يستعمل ماء أكثر من الحاجة حتى لا يقع في الإسراف، ولو كان متوضئا من بحر أو متوضئا من نهر كما جاء. تيمم الأعضاء، ما معنى تيمم الأعضاء؟ نبدأ بالميامن قبل المياصر، نعم، وهذا أيضا ورد فيه يعني آثار كثيرة جدا يستأنس بها، مثل بعض الآثار وإن كان قيل في إسنادها شيء: إن الله يمين يحب اليمنى متيامن، فهذا استأنس به المالكية في مسألة اليمين، أن كل ما هو في الجسد يمين وشمال نبدأ به اليمين، لأن اليمين مشرفة ومكرمة ومقدمة على الشمال. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لطعامه وشرابه وأخذه وعطائه، ويجعل شماله طهارته وترجله وغير ذلك، فاليمين مقدمة، ولذلك تبدأ بها لأنها مشرفة ومكرمة شرعا.
نعم هذا بالنسبة لليمين، فيبدأ كل ما هو من جنس اليمين والشمال نبدأ في اليمين، فإن فعل فبدأ باليسار نقول إنه نكس في الوضوء أخل بالترتيب. عندنا كذلك بعد التيمم وضع الإناء المفتوح جهة اليمين، عندما نأتي للوضوء ونتوضأ من إناء مفتوح أين نضع الإناء؟ على اليمين. قال لأنه أمكن للتناول، لأنه هذا الإناء أفرض معي الإناء وضع منه يعني باش نأخذ الماء يقول هكذا، هذا طبعا فيه يعني في مخالفة، لكن بالنسبة لليمين أضع عند يميني فهو ماذا؟ أمكن للتناول. قال ولو كان الإناء منغلقا كالإبريق يوضع على الشمال لأنه كذلك أمكن للتناول، لأنه سيفرغ على يده اليمنى ثم يتوضأ، فإن كان مفتوحا يوضع على اليمين، وإذا كان منغلقا يوضع على ماذا؟ على الشمال. إذا هذا مستحب. من المستحبات كذلك البدء في الغسل أو المسح من مقدمة العضو. نعم، عندما يقول ربنا سبحانه وتعالى وأيديكم إلى المرافق، فيه إشارة للترتيب ولا ما فيه إشارة للترتيب؟ فيه إشارة، لأنه انتهى بماذا؟ بالمرافق. معنى هذا أن الترتيب الصحيح أن نبدأ بماذا؟ بأطراف الأصابع وننتهي بالمرافق، فننتهي حيث انتهى الله سبحانه وتعالى، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، كذلك نحن نقول ننتهي حيث انتهى الله سبحانه. قال وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، أي أنك تبدأ من أطراف الأصابع الرجلين وتذهب إلى الكعبين، فتجعل الكعبين هما الغاية والنهاية التي تنتهي إليها في غسل القدمين. إذن كل ما فيه يعني بداية ونهاية أو فيه مقدمة ومؤخرة نبدأ من المقدمة وننتهي بالمؤخرة، وكذلك في الرأس نفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل عنه عبد الله بن زيد، نبدأ بمقدمة الرأس ونذهب إلى القفاء ثم نرجع إلى حيث بدأنا. بعد ذلك الغسلة الثانية والثالثة بشرط أن تعم الأولى، الغسلة الثانية والثالثة طبعا في المغسول. لماذا لا نتكلم عن الممسوح؟ لأن الأصل في المسح التخفيف فيكون بمرة واحدة، لذلك قال أبو داود بعد أن جمع الأحاديث أحاديث الوضوء كلها جمعها في باب كيفية الوضوء أو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن جمع الأحاديث قال أحاديث الوضوء كلها تدل على أن المسح الرأس مرة واحدة، يعني الأحاديث كلها دورت على أنه مسح رأسه ماذا؟ مرة واحدة، لأن ربنا سبحانه وتعالى في الوضوء قال هناك غسل وهناك مسح، الأصل أن ما قال فيه غسل هذا يدل على تخفيف أمره، لماذا لم يقل غسل الرأس مثل الغسل قال لا المسح، هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى راعى التخفيف على الإنسان فأمره بالمسح فقط. لذلك الفقهاء قال من غسل رأسه في موضع المسح هل يكفيه الوضوء أو لا يكفيه؟ واحد مثلا يتوضى لما وصل للرأس هز السطر وصب على رأسه كان يعني هو ونظر يديه طبعا من الأول للآخر، هل هنا نقول ماسح أو غاسل؟ نقول غاسل. هل الغسل يكفي عن المسح؟ خلاف بين الفقهاء، الظاهرية قالوا لا يكفي، لأنك أنت لما تصب الماء على رأسك ما نقولوش عنك مسحت وربي قال مسحت، إذن أنت هنا لم تأتي بالشيء المطلوب منك، أنت لم تأتي به، قال لك امسح وانت غسلت، إذن هذا الوضوء باطل عندهم عند ابن حزم وداود وغيره. أما بالنسبة للإمام مالك فقال إذا حول المسح إلى غسل بأن صب الماء على رأسه غاسلا فنقول أتى بالمسح وزيادة، فنقول له مسحك صحيح ووضوءك صحيح ولكنك ارتكبت ماذا؟ مكروها، لأنك خالفت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في الوضوء. وربنا سبحانه وتعالى في الوضوء يعني حكيم فيما يفعل، لماذا اختيار هذه الأعضاء من الوضوء؟ أنا ذكرت لكم في مقدمة حصة الوضوء قلنا اختيار الأعضاء ليس اختيارا اعتباطيا، لماذا اختار ربنا هذه الأعضاء بالضبط الأربعة اللي هي الوجه أو نقول ماذا اليدان والرأس طبعا ومعه الوجه والرجلين؟ هذا طبعا لحكمة. نعم، لأن الإنسان يحتك بالمحيط الخارجي له بهذه الأطراف، نسموها الأطراف، عندك الأطراف هذه اليد اليمنى والطرف الثاني يدك اليسرى والطرف الأعلى رأسك والطرف الأسفل وماذا؟ قدمين. لذلك أعضاء الوضوء هي هذه الأطراف، الرأس طبعا مع الوجه وعندك اليد اليمنى واليد اليسرى والرجل اليمنى والرجل اليسرى، ولكن لحكمة المولى سبحانه وتعالى خفف في الرأس طبعا، لأن الرأس فيه مسام تلج إلى داخل الرأس، ولذلك عندنا في الغسل قبل أن نصب الماء على الرأس السنة أنك تنبه مسام الشعر. كيف تنبه؟ بأن تغرز أصابعك في الماء ثم تحرك بها ماذا؟
تهيج بها ماذا؟ البشرة، حتى تنغلق مسام الشعر فلا يدخل الماء إلى الرأس فتصاب بالمرض والبرد وغير ذلك. كثير من الناس يأتي للماء مباشرة ويصب، هذا لا يؤمن عنه بعد ذلك المرض. إذن السنة أنك ماذا؟ تضع أصابعك في الماء ثم تنبه الشعر حتى تنغلق مسام الشعر، ثم بعد ذلك تصب الماء على رأسك 3 غرفات، الغرفة الأولى وتحرك، الغرفة الثانية وتحرك، الغرفة الثالثة وتحرك، حتى تعمم الرأس كله بالماء. هذا طبعا لحكمة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الرأس موطن تخفيف وليس موطن تشديد، لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى انفعوه ولم يقل اغسلوا، على عكس الأقدام واليدين وغير ذلك. فلذلك قال المالكية المكروه أن يزاد على الغسل فيغسل 4، وعلى المسح فيمسح مرة، لو زاد على المسح مرة أخرى لكان واقعا في المكروه، ولو زاد على المغسول على الثالث لكان واقعا في المكروه أيضا. وعليه فالغسلة الأولى فرض، والغسلة الثانية إذا كانت الأولى قد أوعدت وأتقنت تعتبر مستحبة أو سنة، والغسلة الثالثة كذلك تعتبر ماذا؟ سنة، بشرط ماذا؟ أن تكون الغسلة الأولى كاملة وقد أتت على العضو كله، فإذا كان فيها خلل ماذا يصبح حكم الثانية؟ فرضا، ولو كان في الثانية خلل ماذا يصبح حكم الثالثة؟ فرضا كذلك، ولو كان في الثالثة فيها خلل أو فيها لمعة لم يصلها الماء تتأكد كذلك الرابعة وتصبح واجبة. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. ناتي بعد ذلك إلى الاستياك أو السواك. السواك هو اسم لما يستاك به، والاستياك هو اسم للفعل. السواك هو الاستياك، السواك هو يعني المادة التي تستعمل وهي عود الأراك، ليس السواك المعروف عند النساء، يعني هذا عندنا في المنطقة، لا، السواك المقصود هو السواك الذي لا يترك لونا، وعادة يكون بعود الأراك، وكان الصحابة يهتمون بهذا الأمر لكثرة مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي رواية عند كل وضوء، وكان النبي يهتم به، حتى أنه عندما جاءته المنية عندما كان في آخر حياته دخل يعني عليه من الصحابة أخو عائشة رضي الله عنها ابن محمد بن أبي بكر الصديق، وكان في فمه عود الأراك، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه حتى قالت عائشة كأنك تشتهي يا رسول الله، فأخذته ثم هضمته بفمها ثم وضعته بفم النبي صلى الله عليه وسلم، تقول يعني كان آخر يعني أمري منه صلى الله عليه وسلم اختلاط ريقي بريقه، وكانت تعتز بذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب السواك وكان يفعله دائما، وكان يقول السواك مرضاة مطهرة للفم مرضاة للرب، والحكمة منه تطهير الأفواه قبل مناجاة الرحمن سبحانه وتعالى، حتى جاء في الأثر إن أفواهكم طرق القرآن فطهروها بالسواك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى هذا السواك وإلى طهير الفم خاصة في العبادات والمناجاة، ولذلك قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء. لذلك قال العلماء ما دام هم النبي صلى الله عليه وسلم به فهو سنة أو مستحب. وقد تقصاه العلماء، تقصوا فوائد السواك حتى تجاوزوا بها 30 فائدة، وأكد هذا العلم الحديث في الإعجاز بالسنة، لو تبحثون هذا الإعجاز عندما في موضوع السواك يعني وصل العلماء إلى كثير من الفوائد، ولذلك كان الصحابة يهتمون به، حتى أن عبد الله بن مسعود مرة صعد إلى شجرة الأراك من أجل أن يقطع منها يعني ما يستاك به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فرأى الصحابة وهو على شجرة الأراك وهو ضعيف، سيدنا عبد الله بن مسعود كان نحيفا جدا، كان نحيفا جدا حتى إن ساقيه يعني دقيقتين جدا، فصار يضحكون منه ويتنايلون من الضحك، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا يحب عبد الله بن مسعود ومن الصحابة السابقين ومن القراء، تعرفون عبد الله بن مسعود كان هو أول من جهر بالقرآن عند الكعبة، وعلى نحافته كان يذهب إلى الكعبة وكان راعي، يعني كان رويع غنم، كان راعي، فكان يدخل الكعبة فيها يعني سادة قريش جالسين يبدأ يقرأ في القرآن الكريم، يأخذونه ضرب يضربونه، يأتي الصحابة يأخذونه يعني من شدة الضرب، ثم يقول والله سأكون لهم غلب، سأكون لهم غلب. فلما صعد إلى شجرة الأراك رآه الصحابة فصاروا يضحكون من دقة الساقين، يعني يقول إحنا إيه ماذا؟ يعني جماعة الشمال يقولوا هذا من غسالة، الإنسان ميت هذا المفروض هو ميت يعني من ضعفه. فقد صاروا يضحكون فقال أتضحكون من دقة ساقي يا عبد الله؟ والله إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد. قال هذا عبد الله بن مسعود يشوفوا أنتم ضعيف نحيف يعني كذا، قال والله إنه في الميزان أثقل من جبل أحد يوم القيامة. والحديث دليل على أن العبد يوزن يوم القيامة، ليست الأفعال فقط،
حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث آخر: يؤتى بالرجل الكافر العلج السليم يوضع في الميزان فلا يساوي عند الله جناح بعوضة. فالمؤمن يوزن فيخرج حتى وإن كان نحيفا كعبد الله بن مسعود، والكافر يؤتى به وهو سمين عرش يوضع في الميزان فلا يساوي في ميزان الله سبحانه وتعالى شيء. وهذا دليل في العقيدة على أن الأعمال يوزن وعلى أن الإنسان يوزن كذلك. وإذا قال ربنا عن الكفار: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني حتى وزن خفيف جدا. فلذلك احنا بقدر ما يكون الإيمان وبقدر ما يكون العمل الصالح بإذن الله يدخل الإنسان يوم القيامة في الميزان. هذا عبد الله بن مسعود، وهذه مقام الصحابة، ومحبة الصحابة من محبة رسول الله، ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة الله تعالى. ولذلك قال الإمام مالك: من وجد في قلبه شيئا عن الصحابة فليتهم نفسه بالنفاق. الإمام مالك كان شديدا على من يتكلم في الصحابة، قال: من تكلم في الصحابة أو وجد في نفسه شيئا عن صحابة رسول الله فهذا دليل على ماذا؟ على بعده عن الدين، ودليل على ضعف إيمانه، بل إنه كفر. سيدنا الإمام مالك كفر من يسب الصحابة ويشتم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كل من يغيظ الصحابة فهو كافر. قيل له: ما دليلك يا أبا عبد الله؟ لماذا تستدل بهذا؟ ما الدليل الذي تعتمد عليه مالك في هذا الكلام؟ قال: عندي الدليل. ما هو الدليل؟ قال: ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الفتح في آخرها: قال: محمد رسول الله، والذين معه أشد، يعني والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، حتى قال في نهاية السورة: ليغيظ بهم الكفار. رب سبحانه وتعالى يغيظ بالصحابة وكثرتهم وقوتهم وإخاءهم وتعاونهم، يغيظ به الكفار، فمن غاضب الصحابة فهو كفر. يعني استدلال عظيم جدا. لذلك لا تجد من المالكية من يصب الصحابة بالرغم مما وقع بين الصحابة. نجلهم جميعا، نجل علي كما نجل معاوية، نجل جميع الصحابة، فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقد جاءت عدالتهم، عدلهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. لذلك ما ينبغي للمسلم أن يتكلم في الصحابة، ومن تكلم في صحابيهم أو في الصحابة فهو يخاف عليه سوء الخاتمة. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي لا تؤذوني في أصحابي، والله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفا. هذا مكانة الصحابة، مهما نفعل مهما نفعل لن نصل إلى هؤلاء الصحابة، وبالتالي محبتهم دين تدين به الله سبحانه وتعالى. وللأسف ما نراه في بعض القنوات من التهكم على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن عروة وعن عمر وعن أبي بكر الصديق وعن بعض الصحابة، هذا كله ليس من الدين في شيء، بل هو مخاف على من يفعله الكفر والعياذ بالله، خاصة إذا كان من العلماء. نعم، ولذلك خطر شديد جدا التعرض لأعراض الصحابة، بل محبتهم، إذا وجدت محبة الصحابة فهذا دليل إن شاء الله على كمال إيمانك، لأن محبتهم ليست لذواتهم، بل محبتهم بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة لله عز وجل. ولا يكتمل إيمان المؤمن حتى يكتمل محبته لله ومحبته لرسوله ولصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه بالنسبة للاستياد. ثم يأتي بعد ذلك الترتيب بين الفرائض والسنن وفق الطريقة التي نقلها الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابة نقلوا لنا الطريقة، طريقة الوضوء كاملة، وهذه الطريقة فيها ترتيب الفرائض مع السنن مع المستحبات: النية، ثم غسل اليدين ثلاثة إلى الكوعين، وعندها نسمي، ثم نغسل، ثم نتمضمض قبل المضمضة السواك، ثم نتمضمض، ثم نستنشق، ثم نستنثر، ثم غسل الوجه، ثم غسل اليدين إلى المرفقين ثلاثة، ثم مسح الرأس، ثم مد مسح ورد مسح الرأس، ثم مسح الأذنين، ثم غسل الرجلين ثلاثة إلى الكعبين. وبهذا يكون الوضوء قد جمع بين ماذا وماذا؟ قد جمع بين الفرائض وبين السنن وبين المستحبات، واجتنبت فيه المكروهات والمبطلات، فيكون وضوءا كاملا بإذن الله تعالى. نعم، تأتينا بعد ذلك من المستحبات التي اختارها المالكية الدعاء بعده، والدعاء بعد الوضوء من المستحبات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الحديث: من توضأ فأتقن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. وهذا الحديث أورده أصحاب السنن، يعني فهو موجود في السنن. هذا بالنسبة للفرائض والسنن والمستحبات، وتكلمنا عن المكروهات، وتكلمنا كذلك عن ماذا؟ عن المبطلات. نعم، ماذا بقي الآن؟
أننا نتكلم عن عفواً بقي لنا ماذا؟ المكروهات والموكلات. قبل أن نبدأ في الحديث عن المكروهات لابد أن نعرف أولاً ما هو المكروه. بقيت لنا 10 دقائق نعرف ما معنى المكروه. وهذا المكروه طبعاً هو حكم من الأحكام الشرعية الخمسة. والمكروه في أصول الفقه وما طلبه الشارع وطلب الكف عنه طلباً غير جاز. ما طلب الشارع الكف عنه طلباً غير ملزم فهو المكروه. والمكروه مطلوب تركه، ولكن إذا فعله المسلم لا يأثم لأنه لا يصل إلى درجة الحرام الممنوع، وبالتالي من فعله لا يكون آثماً. ولكن نقول له لو تركه طاعة لله سبحانه وتعالى لكان مثاباً، لكان مأجوراً على ذلك. ولذلك عرفهم الفقهاء قالوا بأن المكروه لا يذم فاعله ويمدح تاركه. من تركه طاعة لله فإنه يمدح، وهو ما في تركه الثواب وليس في فعله العقاب. من تركه لله، ترك المكروه لله طاعة لله وطاعة لرسوله فيثاب، وأما من فعله فلا إثم عليه. ويعني هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. مكروهات الوضوء ما هي؟ عندنا من المكروهات الوضوء في مكان النجس، أن يتوضأ في مكان النجس. الوضوء في المكان النجس يعتبر من المكروهات، لأنني ذكرت أنه من المستحبات الوضوء في المكان الطاهر، فمن ترك مستحبا وقع في المكروه. نعم، فيكره الوضوء في المكان النجس، وكذلك في بيوت الخلاء يعني المراحيض ولو كانت جديدة، لأنها معدة لما تعافه النفس. لذلك من الحال هذا ولو كان جديدا ولو كان نظيفا فالوضوء فيه مكروه. الوضوء صحيح إذا كان الوضوء تاما لكنه مكروه. ومن هنا تفهم ما نفعله نحن في بيوتنا الآن في هذا العصر من المزج والخلط بين بيت الوضوء وبين ماذا؟ وبين المرحاض. هذا خطأ فادح ينبغي تفاديه وتلافيه حتى لا تفوتنا هذه السنة وهذا المندوب، وحتى لا نقع في هذا المكروه. حتى ولو كان نظيفا يكره الوضوء في بيت الخلاء لأنه معد لما تستقبله النفس عادة. ثم ثانيا من المكروهات الكلام بغير ذكر الله تعالى. المتوضئ يكون في عبادة، والعبادة تتنافى مع الكلام الخارج عنها. لذلك قالوا الكلام بغير ذكر الله يعتبر من المكروهات. فإذا كان الكلام فيه ذكر الله أو فيه تعليم لبعض المتوضئين يعلمهم طريقة الوضوء الصحيح أو يرى خطأ فيصححه أو يدعو بدعاء أو يذكر بذكر، فهذا الأمر كله جائز. نعم، وقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعلمون بعضهم بعضا في الوضوء. إذا رأى خطأ في الوضوء علم الناس. فيه أثر قديم يعني يحكون قصة قديمة لست أدري مدى ثبوتها. يذكرون عن حسن وحسين سبطي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القصة يذكرها أصحاب الأدب وأصحاب التربية، يعني يذكرونها في كتبهم حتى يعلموننا كيفية التعامل مثلا مع الكبار، يربوننا على طريقة احترام الكبير حتى وإن كان مخطئا. فيقولوا أن حسن وحسين رأيا شيخا يتوضأ وضوءا خاطئا، شيخ، والعلم لا يعرف كبيرا وصغيرا. سيدنا الإمام مالك يقول العالم كبير ولو كان، الجاهل صغير ولو كان شكرا. الإنسان يكبر ويصغر بما معه من علم. لذلك بعض الصحابة، كان صحابي في ذكرت لكم ربما قصة في المناسبة سابقة، كان هذا الصحابي طفل صغير جدا لم يبلغ سن الاحتلال، وكان يلعب مع الأطفال، وكان كلما تمر قافلة قرب قبيلته كان يسألهم يقول ماذا نزل على النبي من القرآن؟ فيقولون نزل عليه كذا وكذا. وكان الرجل عند شدة حافظة، أهل البادية معروفون يعني بهذا الأمر، معروفون بسرعة الحفظ والبديهة. فكان يحفظ القرآن ويجمع يحفظ هذا ويحفظ هذا، حتى جاءهم كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو جاءهم من رسول الله أن يؤمكم أقرأكم. فبحثوا منه ليحفظ أكثر واحد في القبيلة، فوجدوا ماذا؟ وجدوا هذا الطفل الصغير كان يصلي بهم. قال فقدموه للصلاة، يعني رغم صغر سنه، مع أن الإمام منصب عظيم جدا. الإمامة اختلف العلماء أي المنصبين أفضل، الإمامة أو التأذين؟ فالراجح هو الإمام، يعني قدموه مع أنه يقدم الإمامة الأفضل. فوجدوا هذا الصبي الصغير، يعني نادر في القصة أن حتى النساء كانوا يصلون خلف الرجال، وكانوا يصلون خلف هذا الإمام الطفل. فبعض النساء قالوا للرجال قالوا غطوا علينا استئمامكم، كان هذا الإمام عندما يصلي تنكشف عورته فقالوا غطوا عنا إمامكم. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الإنسان يذكر بما معه
من علم. قال مالك: الجاهل صغير ولو كان شيخا، والعالم كبير ولو كان حدثا، أي ولو كان طفلا صغيرا. فالإنسان يكبر أو يصغر بما معه من علم، ولذلك كلما كان العلم كان هذا الإنسان كبيرا. القصة وهي من باب الأدب ومن باب الطرافة في باب الأدب والتزكية وكيفية التعامل مع الكبار، هذا الشيخ لا يحسن الوضوء ولا يتقنه، فرآه قيل حسن وحسين وهو يتوضأ وضوءا مخطئا، يعني لا يستوعب العضو، يقدم ويؤخر ينكس، فقال الحسن والحسين تحايلوا على طريقة لتعليم هذا الشيخ دون أن يجرحوا مشاعره. فقالوا: أيها الشيخ، لقد يعني تخاصمت أو تجادلت أنا وأخي في أين يحسن الوضوء، وأنت ما شاء الله كبير وقد يعني طالت لحيتك وانحنى ظهرك وهكذا، فنتوضأ أمامك وتكون أنت الحكم بيننا، طيب فيما بيننا، يتوضأ أمامك أخي وتوضأ أمامك أنا وأنت تحكم. هم يريدان ماذا؟ أن يعلمانه بطريقة لا تخدش مشاعره. فتوضأ حسن وتوضأ حسين، وما أدرك ما هما، يعني سبطين النبي صلى الله عليه وسلم، فأحسن الوضوء وأتقنه. فقال الشيخ: كلاكما صحيح، ولكن أنا المحكم يعني. فتعلم منهما دون أن يسيء الأدب معه، وهذا ما ينقصنا احنا، ما ينقص طلب الطالب العلم، وما ينقصنا حتى بعد التخرج عندما نبدأ نعلم الناس، ينقصنا هذا الجانب اللي هو جانب الحكمة في كيفية إيصال المعلومة وفي كيفية دعوة الناس. ندعوهم دون أن نخدش الشرور، ودون أن نبين لهم أنكم جهلة، ودون يعني نعلمهم بطريقة بحيث يقبلون منه. والإنسان يعني يحب من يحسن إليه، قال: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فلطالما استعبد الإحسان أو الإنسان. هذا بالنسبة فقط لمسألة طريقة الوضوء ومسألة الكلام بغير ذكر الله، فإذا كان للتعليم أو للإرشاد جاز. وعندنا الإكثار من صب الماء أيضا أو الإسراف من صب الماء يعتبر من المكروهات. لو كان الإنسان صب الماء على عضوه أكثر مما يلزم لكان ماذا؟ لكان يعني مخالفا لطريقة الوضوء الشرعي. فالإسراف هذا يعتبر من المكروهات ولو كان يتوضأ من بحر أو من نهر كما ذكرنا قبل قليل. كشف العورة أثناء الوضوء، كشف العورة أثناء الوضوء يكره، هذا إذا كان المتوضئ لا يراه أحد، يعني في موقع أو في مكان لا يراه أحد فهو مرتكب للمكروه. أما إذا كان طبعا في مكان بحيث يراه أحد فحرام، حرام عليه أن يكشف عورته. فكشف العورة في المكان الذي لا يراه فيه أحد يكون مكروها، فإن كان في المكان الذي يراه فيه الناس فهو حرام لا يجوز. عندنا من المكروهات عند المالكية مسح الرقبة، بعض الناس لما يمسح رأسه يهبط يعني يمسح الرقبة، مع أنه لم ينص عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لم تنص عنها الآية ولم ينص عنها الحديث، وهذا يعتبر من الزيادة في الدين، لأن المالكية تشددوا في التحديدات وفي المقادير يعني تشددا كبيرا. المقادير التي ذكرها الشارع والحدود التي حدها الشارع في محل الفرض ينبغي الالتزام بها، لأن ذلك من كمال الطاعة وفيه المتابعة وفيه الأمن من الوقوع في البدعة والزيادة في الدين. لذلك قال المالكية يعني لا يجوز هذا الأمر وهو مكروه. معروف في المذهب المالكي التشدد في مسألة البدع، الزيادة على الفرض تعتبر من البدع، خاصة إذا اعتاد عليها الإنسان فيصبح وكأنه ماذا يقول؟ أنا أفضل الناس لأنني أزيد. أنت تكتفي عند الرأس ما يهمس الرقبة فيقول أنا أفضل، وربما مع مر الزمن يصبح هذا بابا إلى فتنة فيدخله الغرور ويقول الناس كلهم يمسحون رؤوسهم لا نزيد الرقبة، الناس يمسحون إلى المرفق أنا أغسل إلى هنا، الناس يغسلون إلى الكعبين أنا أرفع إلى نصف الساق. مع مر الزمن سيتحول هذه البدعة تتحول إلى فتنة. لذلك الإمام مالك جاءه رجل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أهل المدينة يحرمون كما هو معروف من ذو الحليفة أبي العالي على مبعدة 450 كيلومتر شمال مكة، يعني لما نصل أهل المدينة إلى يصلون إلى أبي العالي يحرمون، هذا مكانهم الذي حده لهم الشرع حد النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي الرجل إلى الإمام مالك يقول له: يا مالك، أنا أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول له: لا تفعل. مالك يقول له: لا تفعل، عندك حد انتهي إليه ما تزيدش. يقول: لا، أنا أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لا 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 تفعل. فقال له: يا مالك، إنما هي أمتار أتزيدها. قل له: وشي من المسجد الذي حرمت؟ هي فقط أمتار أزيدها، بدل ما أني أحرم من الحريف أحرم من هنا. فقال: لا تفعل. فلما ألح الرجل قال: إني أخاف عليك الفتنة وأخاف عليك العذاب الأليم، ألم تسمع قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، كما في آخر سورة النور
قلنا فليحذر الذين يخالفون عن أمره عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالوقوع في البدعة والمخالفة والزيادة في الدين بما لم يرد فيه نص وما لم تكن فيه سنة هذا طبعا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يوقع في البدعة. وأعظم شيء هو البدعة، لأنني كما ذكرت لكم ربما سابقا مرتكب المعصية يعلم أنه في معصية فهذا يرجى له التوبة يوم من الأيام، أما مرتكب البدعة لا يدرك أنه في خطأ بل يظن نفسه ماذا على صواب بل إنه يبالغ في التعبد، وهذا لا ترجى له التوبة إلا أن يتغمده الله برحمته. لذلك يحذر الإنسان من البدع. يعني كان سيدنا عمر بن الخطاب الرجل كان يؤذن في مسجد مكة، كان يؤذن في مسجد مكة عفوا مالك كان المؤذن في المدينة يؤذن في مسجد المدينة، فكان عندما يأتي للأذان كان يتنحنح، كان هذا الرجل دائما كلما أراد أن يؤذن كان ماذا يتنحنح، فصارت منه عادة وسنة، فقال لا تفعل هذا واترك الأذان. لماذا؟ لأنه خاف أن يعتقد بعض الناس أن هذا من ماذا من السنة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخطئ، خوفا من تغير رسم الدين نهاه عنها. وكان سيدنا عمر بن الخطاب رجل يؤذن في مكة وكان يمضغط الأذان ويطيله بما يخالف الطريقة المشروعة، فقال له أذن أذانا سمحا أو غادرني، أي لا تؤذن لنا بعد اليوم. بل سمع عبد الله بن عمر رجلا يؤذن بطريقة فيها زيادة ومخالفة للسنة فقال والله لو سمع عمر أذانك لفك لك لحييك، لفك لك لحييك. لماذا؟ لأنهم كانوا شديدين في مسألة البدع ويريدون لهذا الدين أن ينقل كما وصل إلينا حتى يكون آمنا من التبديل ومن الزيادة ومن النقص وغيرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإن شاء الله نكمل في الحصة القادمة.